المحاضرة اللي فاتت كنت كملته في الفورم سيرش السيستم بقى بس تمام. في الأول كنا خدنا الأدميسبل وبعد كده كملته الجزء التاني اللي هو الكونسيستنت سيستم تمام. فالفرق اسمها بين الأدميسبلتي والكونسيستنت في الهيوريستيك دي. فبدأت في الأسايمنت بقى خلاص يعني عارفين وريت الهيوريستيك أساسي قلت لهم المحاضرات الفاشلة بتاعتك إيه بقى؟ واحد بيسوي في 3 سيرش و 2 سيرش. لا لا ايه كونسيستنسي والهيوريستيك والأدميسبلتي يعني مش هيوريستيك هو اكتر من الـ 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 يعني نحاول نثبت ان الحاجه وانس ان هي كونسيستنت يبقى لازم معاها تبعها يكون اساسا الكوست سيرفي بنزيد مع الوقت الكوست بص الادميسابيلتي انا عند نود مثلا اس اللي انت تبدا عندها لحد نود جي اللي انت هتوصل لها في الاخر هي الجنب بقى الباص بتاعك كمان ازاي. المهم ان الكوست بتاعتك من هنا لحد هنا الكوست الفعليه لازم تبقى اقل منها تساويها هيوريستيك أول أس لحد الجي تمام؟ ده كده الأدميسة والريسك اللي هي متفائلة شوية مش عايزة تزود على الكوست التغير تمام؟ كده الكوست كلها من أس لحد جي وانت تعديت بقى على 100 نود في النص مش تفرق المهم بس إن الكوست يعني الريسك من أس لحد جي تبقى متفائلة شوية. متفائلة إزاي؟ إنها تبقى أقل من الكوست الفعلية أقل منها وتساويها تبقاش أكتر منها عشان ما تبعدهاش عن الكور يعني. أقل من الكوست مش الكوست اقل من كده معلش غير من كوست عشان في اكتر من بات مثلا بس هنفترض ان ماشي يعني الكوست بتاعتنا هي الاوبتيمال كوست او مينيمال كوست ماشي ماشي دي كده بقى مثلا الكونسيستنسي بقى ايه؟ كوست بيزيد يكون ايه؟ كوست بيزيد مع كل ماشي الكوست بيزيد مع كل نوع طب ده هنضمنه ازاي اصلا؟ الفرق ما بين كل اثنين نودز يعني مثلا تعالى نسمي دي اس ودي مثلا اس 1 ولا حاجه تعالى نفترض ان مثلا المسافه بين دول اثنين والهيوريستيك مثلا بتاع دي وليكن مثلا ب 7 في المنطقه ان النود اللي بعدها يكون كام؟ 9 9 ازاي؟ القرب يكون مش بين 5 في حدود 5 تقريبا يعني ما يبقاش يعني الفرق ما بينهم اقوى اصلا من الهيوريستيك. الهيوريستيك مثلا في الاكزامبل اللي فات اللي هو اللي كان فيه الحته دي الهيوريستيك دي مش المسافه ليه؟ اللي بيقول لك مثلا هنا المسافه ما بين بي وايه 1 القسط الفعليه ما بين بي وايه 1 الهيوريستيك عند بي من بي لحد الكور 5 فالمنطقي انها عند ايه تبقى كام؟ لو انا مشيت واحد بس 4 لا هو خلاها واحد فده مش منطقي ازاي انا مشيت واحد وفي نفس الوقت انا بقيت قريب من الجول بكوست اقل من دي باربعه طب انا مشيت بس مسافه واحده فده حته الكونسيستنس ان انت كده ماشي يعني ادميسبل من بي لحد جي هي 5 او اقل من تساوي 5 تساوي 5 بقى وعند الاي الاتش بواحد اللي هي اقل من المسافه الفعليه برضه اقل من او تساويها هي كده ادميسبل تمام بس مش كونسيستنت المسافه مع الاتش مع الوقت مش متماشيه مع الكوست ما بين كل اثنين تمام الاتش نفسها بتاعت فانكشن الاتش نفسها هي حاجه زي يعني مثلا انتويشن كده انت بتعبر مثلا بتقول انا قربت للجول ولا لا هل انا قربت اوصل للجول ولا لا حاجه كده انت بتحطها بشكل دائري لما تعمل في الاسايمنت يعني بدات في الاسايمنت ولا لسه؟ طب ماشي يا السؤال الاخير يعني هو ده اللي هتتعب فيه حبه ده اللي هيفهمك يعني ايه بس ان انت تحاول تحط يعني ايه فانكشن افتراضيه كده من عندك تحاول يعني ابروكسيميت بيها كده شويه انت في النود اللي عندك اللي انت فيها دي قربت على الجول ولا لا؟ تحط كده مسافه يعني تحذيريه، المهم المسافه دي ما تكون كونسيستنت يعني متماشيه مع النود اللي بعدها، ما يبقاش انا مثلا حاسس ان انا قريب جدا، النود اللي بعدها تبقى بعيده، ازاي اصلا انا مشيت قدام وبقيت ببعد وبقرب؟ وتاني حاجه انها تكون ادمسبل اللي هو انا ما بالغش في تقدير المسافه ما بيني وبين الجول، ابقى زيه او اقل منه بس ما ابقاش اكتر منه، عشان لو انا اكتر منه الاقي نفسي ايه ببعد عن الجول بقرب منه انا عايز ابعد من الحته البعيده دي اروح الحته القريبه خلينا بس اوصل لمكان مش الجول اصلا عشان الاتش بتاعته صغيره يعني تمام ماشي
فاحنا بقى كنا عايزين نثبت هنا بقى ان الحاجه وانس ان هي كونسيستنت يبقى التبعيه عاليه قد مثلا، يعني احنا مش محتاجين نثبت الاثنين مع بعض ماشي. فهنثبتها ازاي دي؟ هي اصلا زي ما قلنا من شويه كونسيستنت هيرستيك يعني ايه؟ يعني الاتش بتاعت اس او مثلا مثلا دي اس 0 ودي اس 1 اس 0 ناقص الاتش بتاعت اس 1 مساوي تقريبا اقل من تساوي الكونستنت من اس 0 لاس 1. فاهمين الايكويشن دي؟ اللي هو الاتش بتاعت دي المسافه التقديريه بينه وبين الدول ناقص الاتش بتاعت دي المفروض تبقى اقل من اس يعني المسافه اللي في النص تمام ماشي. فتعالوا نمشي واحده واحده لحد الجول، يعني تعالوا برضه من اتش بتاعت اس 1 اللي هي دي النود اللي بعدها ناقص الاتش بتاعت اس 2 اقل من او تساوي الكوست من اس 1 لحد اس 2 وهكذا 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 لحد فين بقى؟ تعالوا مثلا نسمي دي اس ان اللي هي النود اللي قبل الجول نفسه فنكون اتش اس ان اللي هي النود اللي قبل الاخيره ناقص الاتش بتاعت الجول اقل من النود تساوي البوست بتاعت اس ان لحد الجي او يعني البوست بتاع الجي ناقص البوست بتاعت الان ماشي. تعالوا بقى نجمع الناحيتين دول على بعض، يعني تعالوا نجمع ده زائد ده ماشي. فاحنا لو جمعنا ده على ده هنلاقي ان الاتش بتاع اس 1 دي راحت مع دي مره هنا بالنيجاتيف ومره هنا بالبلس تمام. هنا نفس القصه اس 2 هتروح مع اس 2 هنا تقريبا هيبقى في اتش وفي اس ان برضه دي هتطير مع دي فيبقى لنا في الاخر ايه؟ الاتش بتاع اول نود خالص عندنا اللي هي الستارتنج نود بتاعتنا ناقص الاتش بتاعت الجول اقل من او تساوي ايه بقى؟ كوست الباسبول من اول نوت يعني كوست مين هو كوست عشان تزعل مين كان زعلان؟ كوست اس 0 اللي هي البدايه بتاعتنا يعني لحد الجي تمام؟ الهيرستيك بتاعت الجي اصلا في العادي بتبقى كده يعني هيرستيك عند الجول انا عند الجول قربت قد ايه على الجول؟ انا عند الجول اصلا يعني هيرستيك تبقى 0 في العادي بتبقى 0 يعني فاحنا كده توصلنا لايه في الاخر؟ ان الاتش بتاعت الاس 0 الاتش بتاعت الاس 0 يعني ايه الاتش بتاعت الاس 0؟ يعني المسافه التقديريه من الاس لحد الجول اللي هي المسافه التقديريه بتاعت الباسكول اقل منها تساوي الكوست الفعليه بتاعت الباسكول الاوبتيمال كوست بتاعت الباسكول. فاحنا كده توصلنا ايه؟ ان الحاجه اللي هو كونسيستنت التبعيه هتبقى المسافه تمام؟ في حد عنده سؤال في الحته دي؟ مش مفهوم؟ مش عارف ابص على ايدي دي واشوفها مكسره يعني بيقول لك كونستراكت ادميسبل هيوريستيك بس مش كونسيستنت المثال اللي قبل اللي هو ده تمام. احنا اصلا كنا شرحناها المثال اللي فات ان احنا معانا هيوريستيك كونسيست معانا هيوريستيك ادميسبل الكوست بتاع كل واحده ادميسبل بس لو جينا حسبنا من كل نود والثانيه اللي هي مش كونسيستنت نعم التانية دي اديني مثال زي ده كده انت اوريدي اثبت التاني بقى بيقول لك يعني ايه كونستراكت يعني اكزامبل عادي احط بس اي اكزامبل فهو الاكزامبل اللي فات ده اللي هو انت بتحاول تحط كوست من كل نود لحد الجول تكون منطقيه مش 5 لحد الجول منطقيه 7 لحد الجول منطقيه بص اقل بص يعني 2 زائد 1 زائد 4 زائد 7 اقل منها بتساويها بس لو حسبنا من كل الاثنين وبعض هتلاقي الدنيا مش كونسيستنت ماشي. تعالوا بقى الاكزامبل اخر السؤال ده بيقول لك انا عايز اعمل سيرش الجوريزم شبه الاي ستار شويه بس الفانكشن بتاعته وصل الاي ستار الفانكشن بتاعته ايه او الكوست بتاعته ايه؟ اللي هي الكوست الفعليه اللي هي الجي اوف ام يعني زائد الاتش اوف ام يعني الهيوريستيك زائد الاكشوال كوست بحاول بقى اميز عليه. هو بقى قال لك الفانكشن هنا شويه قال لك كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الجي اللي هي الكوست الفعليه يعني اللي هي من كل اثنين نوم زائد الاتش بس كل واحد فيهم مضروب في فاكتور كده. فبيقول لك عند انهي فاليوز للدبليو تعالى نكتب ان الدبليو ده كده فاريبل نقعد نغير فيه. بيقول لك انا عندي فاليوز عند انهي فاليوز للدبليو السيرش الجوريزم ده هيكون كومبليت. يعني ايه كومبليت؟ يوصل للجول بس هل ضروري يكون اوبتيمال؟ مش لازم يكون كومبليت بس بيوصل وخلاص. فبيقول لك عند انهي فاليوز للدبليو هيكون كومبليت. تعالى نجرب بقى كل الفاليوز من 0 لحد
يعني هنجرب كله تعالى نشوف ماشي. فتعالى بقى عند دبليو زيرو الاف ساعتها هتكون بكام؟ اتنين جي ده شبه مين؟ اللي هي البوست بتاعت الباص فعلا بس لوحدها من غير هيوريستيك معاها ده شبه اني نوم انا مقصرش. البوست بتاعت النود نفسها اللي هي البوست النود والنود يعني ده شبه اني نوم مقصرش اللي هو بياخد البوست الفعليه مش اللي من فورم البوست السيزون تمام؟ يو سي اس هل اليو سي اس ده اصلا كان كومبليت؟ تمام؟ ماشي تعالوا برضه نعمل ايه؟ هو في السؤال اللي بعديها هيسألك يا اوبن ولا لا؟ ها؟ ماشي فتعالى كده اليو سي اس ده كومبليت ماشي دبليو تعالى عند دبليو بتساوي واحد الفانكشن ساعتها هتساوي جي ان زائد اتش دي شبه مين؟ تيستر ده كان ايه؟ كومبليت اوت ماشي ماشي اف ساعتها هتساوي ايه؟ اتش مين اتش؟ مين؟ ده شبه مين كده؟ اللي هو بياخد الهيوريستيك بس مش بياخد البوست الخارجي بس اللي هو البريد سيرش يعني تمام؟ ماشي ده كان كومبليت ولا اوبتيمال؟ بس تعرف الاول نتكلم على الاثنين سيرك وانا عارفين ان هو شبه البيت سيرش بس في اختلاف ان هو الهيوريستيك بتاعته مطلوبه في اثنين فلو الهيوريستيك بتاعتي ادمسبل في الغالب يعني كونسيستنت في الغالب البيت سيرش تبقى كويس بس لو الهيوريستيك بتاعتي مطلوبه في اثنين يعني الكوست الفعليه اللي انا بفترضها من لحد الجون مطلوبه في اثنين بقت ايه اكبر من الكوست اللي انا بفترضها معنى كده ان الهيوريستيك بتاعتي بقت اكبر من الكوست اللي انا حاططها فلو كبرت عن الكوست الفعلية أو بقت ضعف ساعتها الهيروس كده تكون إيه؟ في الغالب هتبقى كده يعني أنا مثلا لو مفترض إن عند الإس لحد أي كان اللي حصل في النص وصلت للجي الكوست الفعلية مثلا من 6 وأنا كنت مفترض إن من الإتش مثلا بتاعت الإس بخمسة بس جيت بقى استخدمت الألجوريزم ده والإتش بتاعتي اتضربت في 2 فبقت الإتش بكام؟ 10 ساعات هل ده اصلا انسبل؟ في الغالب لو جربته على كام نوت ثانيه غالبا مش هيكون كونسيستنت تمام؟ فده شبه البيت سيرش بس هل هو كومبليت او اوبتمال؟ مش اوبتمال بس كومبليت ولا لا هو كده كده البيت سيرش بيوصل يعني هو هيوصل بس هيوصل بعد ما يكون يعني ايه لف لفه طويله ماشي؟ خلاص هو ده كده كان بيسأل عنه يعني كان بيقول عند كل فاليو للدبليو انت شبه انهي الجوريزم بالظبط وبعد ما تحط الفاكتورز اللي هي الاثنين ومش عارف ايه والكلام ده هي هي هتبقى اوبتيمال وكومبليت ولا لا قالوا بقى نخش على اللوكال سيرش ده انت وصلت في المحاضره لحد اللوكال بين سيرش صح لسه ما دخلتوش في الجينيتيك ولا دخلت لسه ايه بقى اللوكال سيرش ده؟ يعني كل شويه السيرش تشتغل من فوق لغايه من فوق ليه بقى دخلنا من ده لحد اللوكال سيرش؟ بتكلم بالشكل النهائي للجول اللي انا عايز اوصله مش مهم انا وصلت له ازاي مش مهم الباص اللي انا خدته عشان اوصل من الستيت دي للستيت دي حصل ايه المهم ان انا عايز اوصله خلاص عايز اتعامل مش فارقه معايا انا وصلت له ازاي طب حاجه زي دي هتوفر معايا في ايه؟ طب ما استخدم العادي في الاول يعني ايه اللي ضفته انك يعني مخزن الباص والمصل والجول قبل الباص مش عارف ليه ما استخدمش البيزنس اللي احنا اصلا كنا استخدمناه في الاول؟
متخيل معايا هو الفرق بين ده وده ان انا مش مهتم بالباص. طب ما اجيب الباص يا عم وارميه بعدها النص، ايه المشكله؟ نعم هو الميموري طبعا اقل بكتير جدا 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 جدا. ولما نيجي نبص على اللوكال سيرش ده هنلاقي ان في شويه الجوريزمز كده يعني ايه ابسط شويه من الاولانيه اللي هي بتجرب تقريبا يعني حاجات كتيره قوي. السكسس بتاعتنا بتجرب منها حاجات كتيره قوي، ده بيجرب حاجات اقل اسرع بكتير جدا وفي نفس الوقت اوبتمايز في الميموري. هو في الميموري بيخزن حاجه واحده بس، انا فين؟ مش فارقه معايا بقى انا وصلت من منين لحد هنا ازاي؟ المهم ان انا فين؟ ولا قربت من كل ربع تمام؟ ففي بقى كذا يعني ايه الجوريزم في اللوكال سيرش ده، هنشوف كده الفروقات ما بينهم. زي ما قلت لكم الفرق هنا ان انا بس عايز اوصل للستيب بتاعت الجول. يعني مثلا في ال 8 كوين دي احنا عايزين نوصل بس ال يعني ستيت كده معينه الكوينز اللي هنا دي ما تهاجمش بعض ماشي. وفي الاول مثلا انا بدات ان كل الكوينز كانوا هنا، يعني دي كانت هنا ودي كانت هنا وهنا وهكذا كلهم بيهاجموا بعض، بس انا في الاخر عايز اوصل للستيت ان كلهم ما يهاجموش بعض. هل هتفرق ان انا وصلت للستيت دي بان انا مثلا حركت دي خطوه او حركتها خطوتين او حركتها ثلاثه وبعد كده دخلت على بعضها وحركتها اربع خطوات وخدت، ولا انا عايز اوصل بس لشكل نهائي كلهم ما بيهاجموش في بعض مش تفرق انا وصلت له ازاي؟ تمام؟ فده بقى الفرق ما بين ده وبين ده، ان انا مش مهتم انا وصلت للجول ازاي، المهم ان انا اوصل للجول وخلاص. ماشي. فهنبدا باول واحد بقى عندنا اللي هو الهيلك. بصوا هو كل الالجوريزم في اللوكال سيرش ده يعني ليه فاريشنز كتير قوي، فاحنا هناخد كل واحد بالفاريشنز بتاعته او التطورات اللي حصلت عليه عشان نخليه احسن شويه ماشي. فهنبدا بالهيلك لايك سيرش ده حاجه بدائيه جدا 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 جدا. هو بيبقى في الكام؟ يعني تعالوا نشبهه برضه اللي فات ان هو يعني عباره عن نودز وكل نود ليها شويه زي كده. تعالوا نفترض ان النود دي اس والنود دي ليها شويه اكشنز كده بتوصلها مثلا من اس 1 لاس 2. هو كل اللي بيعمله ايه؟ بيشوف هل الاس 1 يعني الفاليو اللي هي نسيت معلش حاجه اقول لكم عليها ان في فاليو بنحاول نوبتمايز عليها عشان نوصل للكود. الفاليو دي مثلا في ال 8 كوين بروبلم دي في كام كوين بيهاجموا بعض؟ فلو انا مثلا عايز اوبتمايز على الفاليو دي المفروض ان انا عايز اكبرها ولا اقللها؟ اقللها، اقلل عدد الكوينز اللي بيهاجموا بعض. انا في اول مثلا الكوين دي بدات 8 الفاليو اللي انا عايز اقللها دي بدات 8. انا في الاخر عشان اوصل للكول الفاليو دي كام؟ زيرو. انا عايز اوبتمايز على الفاليو دي، عايز اقللها بقدر ما مش مجرد بتشيك على الجول وخلاص، ان انا اصلا يعني مش عارف شكل الجول. ما انا عارف شكل الجول كنت يعني كنت قلت ان ده الجول على طول مش لازم اسيرش عليه يعني ماشي. فطريقه السيرش هنا ازاي؟ في الاس انت معاك مثلا في وليكن مثلا في 10 ولا حاجه، بتشوف السكسسور بتوعك الستيتس اللي حواليك الاكشنز اللي انت تاخدها عشان توصل للستيتس دي. لو لقيت اي واحده فيهم يعني احسن منك، احسن منك دي يعني اقل منك لو انت عايز مينيمايز او اكبر منك لو عايز ماكسمايز تمام. لو لقيت اي واحده فيهم اقل منك وليكن مثلا دي 9 ودي 11 فانت هتكمل مع التسعه دي وهتخش على الشاز اللي بعدها. هل انا احتاج ان انا اخزن الباص ده؟ كل اللي خزنته بس الفاليو دي، الفاليو دي انا بحاول اقللها بقدر ممكن وانا نازل لتحت في التريك بتاعتي تمام. فكل بقى اللي بيعمله الهيل كلايمنج ده ان هو بيشوف الفاليو وبعد كده بيشوف الشايلدز اللي حواليه. لو في اي شايلد احسن مني يعني احسن واحد مني برضه ممكن يكون في حد تاني احسن شويه مثلا حد الفاليو بتاعته مش عارف 9 ونص مثلا ولا حاجه برضه التسعه دي احسن منه، وهو بيشوف كل الشايلدز اللي حواليه ويشوف احسن واحد في الشايلدز دول ياخده ويكمل من بعده، يحط الفاليو بتاعته ويكمل من بعده وهكذا. فمشكله بقى الهيل كلايمنج ده اول حاجه يعني بدائيه كده ان هو ساعات بيستك في كذا نقطه. في ثلاث انواع من الحاجات ممكن يعني يستك فيها. اول حاجه اللي هي الشولدر دي، ان انا دلوقتي مثلا واقف هنا وعايز اطلع على ايا كان الشكل، عايز اطلع بالفاليو بتاعتي، عايز ماكسمايز عليها. لو انا الشاز اللي حواليا الفاليو بتاعتهم لو شايفين هنا هتلاقوا ان بينه وشمال تقريبا زي بعض صح؟ يعني انا مثلا دلوقتي هناك والشاز بتوعي دول الفاليو بتاعتي 10 وبرضه اللي حواليا دول 10. انا لو بحاول ماكسمايز ولقيت ان الشايز اللي حواليا كلهم بيساووا بعض هل كده كان اصلا سيرش؟ اقف خلاص انا يعتبر وصلت للكور مفيش حد احسن مني، يعني كل اللي حواليا مفيش حد فيهم احسن مني. بس القصه ايه بقى؟ ان انا لو كنت حاولت شويه مع الناس اللي هم بيساووا الفاليو بتاعتي دي كان زماني لقيت الحته اللي هتطلعني فوق دي الطلعه بتاعت الجبل. فلو كنت صبرت شويه كنت هلاقي فاليوز احسن مني شويه، يعني انا لو نزلت حبه كده في التري كنت هلاقي شويه شايز كده الفاليو بتاعتهم مثلا 20 ولا حاجه
بس عشان انا بس استعجلت وقفلت بدري وما كملتش في السيرش. ليه؟ عشان انا وقفت في حته اسمها شولدر. هم سمينا شولدر ليه؟ عشان بتبدا مستويه نوعا ما ومع الوقت بتاعك. فانت لو استنيت شويه الوقت دول عشان تعلى هتبقى حليك مشكله الشولدر. فدي اول مشكله الهيب بلاين ده بيستاد فيها. تاني مشكله ودي شبهها برضه شويه ان تبقى في مكان الفلات اللي هو برضه يمينك وشمالك زي بعض، بس لو كملت شويه ممكن تنزل تحت مش تطلع فوق زي التاني. يعني التاني لو صفر هيطلع فوق فخلاص مش مشكله. يعني انا لقيت ان النودز الحاليه بتساويني افضل مكمل لحد ما اطلع لفوق. بس انا ممكن برضه لو كملت هنا لا نفسي بنزل لتحت مش بطلع لفوق. فالفاليو الكبيره اللي كانت معايا دي هضيعها ان انا عمال بجرب عشان انزل لتحت. هضيع مثلا كومبليكيشنز زياده ان انا اروح في مكان مش هيديني الفايده، هيوديني لحته اقل من الفاليو اللي كانت معايا. ماشي. فدي تاني مشكله. تالت مشكله بقى ان انا اتحط في حاجه اسمها لوكال ماكسيمم. خدتوا الجريدينت السيمبل والحاجات عارفين طبعا لوكال تمام ماشي. فدي احد المشاكل اللي بيستك فيها ان هو مثلا يكون بيتحرك بيتحرك يبقى ليه احسن منه بيتحرك 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 لحد ما وصل هنا ولقي نفسه ان هو في لوكال ماكسيمم. فخلاص ده احسن حاجه اقدر اوصل لها، مفيش حد حواليا احسن مني فهكمل مع الفريق. فدول تلات مشاكل. يعني انتوا اكيد متخيلين حل مشكله زي دي ايه؟ اللي هي اللغه المينيمال. ان انا مشكلتي ان انا بدات هنا. يعني مشكلتي ان انا بدات هنا. فطبعا احسن نقطه بالنسبه لي ان انا اطلع لفوق مش انزل لتحت. فبقيت بستاك يعني. طب لو كنت بدات مثلا هنا كنت هوصل للجلوبال ماكسيمم اللي هو احسن فاليو اقدر اوصل لها فعلا. فده مشكلته بس يعني الانيشال ستيب بتاعتي انا بدات فين. لو انا بدات في مكان احسن شويه كان زماني وصلت للفاليو احسن. ماشي؟ فكل المشاكل اللي اتكلمنا عليها هنا دي نقعد نحلها في الفاريشنز بتاعت الهير كلايمبنج. القصة بس ان انا لو كتبت عليها هتفرق عشان هتحرك على الشط. مش عارف هتكفى ولا لا بس هحاول. ماشي. ماشي. اول فيرجن قلنا اللي هو الجريدي اللي هو انا بشوف بس لو اكبر مني مش اكبر مني او مفيش حد اكبر مني خلاص يعني هفصل وقتها هتمنيت وقتها. ماشي. تاني حاجه ان انا لو السايد وي موفز هي حتة السايد واي موفز دي بتحل لنا مشكلة ايه؟ نعم؟ الايه؟
لا السايد واي ان انا بس لو انا لقيت نفسي النود اللي على اليمين واللي على الشمال بيساووا بعض بيساووا الفاليو اللي معايا دلوقتي فهكمل. يعني لو لقيت حد بيساويني هشوف ستيت ثانيه حتى لو بيساويني على الاقل تفتح لي الافاق وتساوي احسن. فده بيحل لي اهم مشكلتين هم مشكلتين بتحلهم الشولدر ده والفلات السايد واي بس بتحلهم بس مش هم يعني ايه يعني اسهل مشاكل بالوجه في مشاكل ثانيه اسهل شويه لما ماشي تعالى نتجاهل دي تعالى قلنا نتكلم شويه في الشغل ماشي انا بس اكون في مكان مستوي وفي بعديها مكان تاني انا مش عارف هو احسن ولا اسوء انت قصدك انت مش عارف المكان اللي هتضرب فيه بعد كده هو هيطلعك لفوق زي الشولدر ده ولا ينزلك لتحت زي الفلات انت مش فاهم بس هو نوعا ما بيحل لك المشكلتين دول بيخليك تعرف يعني انت قدامك حاجه احسن ولا حاجه اسوء بس مش عارف ماشي فده السايد واي ميكس ده الفاريشن الاولاني من الهيل كلايم لا الفيدي ده اللي هو انا ببدا من نيش لست واحده بس وحظي بقى حلو فيها مش حلو فيها خلاص انا هعيش فيها بقيه حياتي او ابدا منها كل مره تمام في بقى تحسين شويه غير الرايم تاني تحسين بقى تالت تحسين بقى طبعا ان انا اختار بشكل راندوم من الاب والموز يعني انا دلوقتي بدا عندي بس كي وليكن مثلا 12 وانا عايز ماكسمايز عايز اطلع لفوق شويه في نوت تحتيه مثلا 9 11 12 فين الاب هيل موف فين الحاجات اللي طلعني فوق لا 11 و 12 مش 12 بس 11 و 12 طبيعي ان انا لو بدي اختار 12 هكمل لا واقول لك بقى في الـ يعني في الراندوم بيج ده اللي هو الفيرجن ده يعني انت تختار بشكل عشوائي من الحاجات اللي احسن منك اختار بشكل عشوائي من 11 و 12 طب ليه؟ يعني حاجه زي دي ممكن تفيدني ايه انا كده مش بمكسمايز ولا حاجه ممكن الاقي في 11 ممكن الاقي في ال 11 اب اللي اشتغلت بتاعها حاجات مثلا الفاليو بتاعتها اللي هي ولا حاجه على عكس مثلا ال 12 انا لو كملت تحتها ممكن خلاص دي اقصى حاجه اقدر اوصل لها مش هوصل لحاجه احسن منها بس هو مش دايما بيختار برضه ال 11 يعني هو بيختار بشكل راندوم مره ممكن يختار ال 11 دي مره ممكن يختار ال 12 بس اهم حاجه ايه؟ ان هو يختار من حد اكبر منه حتى يطلعه لفوق مش كل اللي اشتغلت معاه تحسينه بس عن اللي فات ان هو بيقلل الكومبيتيشن في شويه يعني الكومبيتيشن بتاعته اقل شويه اول واحد بيقلل بيخرج بعضه بدل ما نشوفهم كلهم يعني ويختار منهم ماشي اخر واحد بقى تقريبا اخر واحد اه اللي هو الراندوم ستارت احنا كل اللي فات ده اصلا بنحاول نحل مشكلتين اللي هي الفلات ريجن اللي هو انا واقف في حته ثابته في الشولدر مثلا او الفلات الثانيه اللي بتنزل لي تحت حتى انا بحاول احل مشكله يعني ممكن تحسني شويه عن المكان اللي انا فيه حتى لو الفاليو بتاعته مش بحاول اوبتمايز يعني لو هي حتى مش احسن اختيار فانا ممكن مع الوقت اختار مع الوقت حاجه ثانيه احسن تمام فراندوم ريستارت بقى بيحل المشكله الثانيه اللي هي بتاعت اللوكال ماكسيمم ان انا ممكن برضه الرسمه اللي رسمناها من شويه دي ممكن كل ده اكون بدات من هنا فانا مضطر غصب عني ان انا اوصل الحته دي اللي هي اللوكال ماكسيمم واقف خلاص مش حتى احسن مني بعد كده طب حاجه زي دي قلنا نحلها ازاي؟ ان انا نغير الانيشال ستيت بتاعي الحته اللي بدانا منها لو مثلا بدانا من هنا ممكن نوصل للجول غالبا هنوصل للجول اللي هو الجلوبال ماكسيمم
لو بدأنا من هنا نفس القصة، بس المشكلة لو بدأنا من هنا أو من هنا هنوصل للوكال ماكسيموم مش جلوبال ماكسيموم. تمام؟ فده قال لك بقى أنت بتشغل يعني كأنك بتشغل كذا ستريت كده، كل ستريت فيهم الانيشال سيت بتاعتهم مختلفة. واحدة مثلا بدأت من هنا، وواحدة تانية بدأت من هنا، وواحدة تانية بدأت من هنا، وهكذا. وكل واحدة شغالة فيهم بريدي عادي، يعني بريدي اللي هو بيماكسمايز على عند بعض. دي وصلت للجول ده وليكن مثلا الفاليو بتاعته 10، ودي وصلت برضه للجول ده الفاليو بتاعته مثلا 20 ولا حاجة، حد تاني وصل لجول أصغر شوية الفاليو بتاعته 5. أنا بحاول بقى أعمل إيه في الآخر؟ ماكسمايز على السيلز الكتير اللي أنا شغلتها. دي كده كل الفاريشنز المتاحه من الهيب برايمر. شفنا كل واحده بتحل ايه وبتحل ازاي والتحسين عليهم في الاخر. شفنا يعني يعتبر احسنهم شويه ان انت تبدا من كذا مكان عشان تحل مشكله اللوكال ماكس. ماشي سيميوليتد انالينج. ماشي هو من اسم كده سيميوليتد انالينج، انت بتحاول تسيميوليت عمليه التلدين. ايه عمليه التلدين دي؟ اي معدن يعني مثلا عليكم الحديد في الاول كده ودرجه حرارته عاليه قوي عاليه قوي قوي يعني تقدر تشكله عليه بسهوله، صح؟ الاشكال بتاعت المعادن دي عامه بتتشكل وهي سخنه مش وهي بارده، بس مع الوقت لما تبتدي يعني ايه تنشف شويه كده ودرجه الحراره تقل صعب انك تشكله او تحرره او تعمل منه حاجه. نفس الماده الثانيه بس انت في الاول بتبدا بفاليو كبيره اللي هي درجه الحراره على مفترض انها درجه الحراره، يعني درجه الحراره دي لما تكون عاليه بعمل ايه؟ سهل ان انا اشكل الحاجه، صح؟ كده بقى مفيش حاجه شكلها، في تشويس عايز اجربها. فانا بيقول درجه الحراره لما تكون عاليه اختار تشويس بالارقام ما يكونش احسن حاجه، اختار حاجه رانيا، اختار حاجه مش احسن منها، حاجه ممكن تكون اقل منها، ممكن توصلك لستيت ثانيه احسن. بمعنى ان انا مثلا دلوقتي عند اس الفاليو بتاعتها برضه 10 وعندي مثلا 10 تشايلد واحد 9 وواحد 11. انا لو دي عندي كبيره التمبرتشر يعني بتاعت درجه الحراره بتاعتي كبيره قوي ممكن اختار 9 ما اختارش 11. بس هل كل مره هفضل اختار 9 دي؟ انا كل مره اصلا بيحصل هي درجه الحراره دي بتقل او الدي دي بتقل، فالبروبابيلتي ان انا اختار الشويس اللي هو اقل مني او مش احسن مني قوي بتقل مع الوقت. فده بيتيح لي ايه طيب في الاول؟ يعني ليه في الاول اختار شويس مش احسن حاجه بس مع الوقت بقى استيك مع الحاجات اللي اكبر مني؟ نعم؟ اكسبلور بالظبط هي النقطة دي، إن أنا اكسبلور حلول تانية غير الحلول المنطقية اللي المفروض آخدها، ومع الوقت خلاص هتبدأ أمشي يعني بشكل كبير، يعني أحاول أقسمايز على حاجة اللي ماشي عليها. ماشي؟ فـ كده مثلا في الأول هنا هتمشي في 9. أنت ممكن تمشي في 9 ممكن تمشي في 9، يعني ممكن حتى وأنت الدي عندك كبير ما تمشيش في 9. هقول لك إزاي؟ بص يعني هو اتنين هنا في إف وإل سي هتانا، ده اللي الجسم كله قايم عليه. يقول لك إيه بقى؟ يقول ان انت في الاول بتجيب يعني ايه حد راندم من السكسسور بتوعك. يعني انت بس دلوقتي عندك كذا شايلد، خدت اول شايلد اللي هو مثلا اسمه اس واحد، وبعد كده بيجيب يعني بيجيب حاجه اسمها دلتا. دلتا ايه؟ دلتا ايه دي هي الفاليو بتاعت الاس دي ناقص الفاليو بتاعت اس واحد. تمام؟ فدي دلتا ايه؟ الفاليو بتاعت ده ناقص السكسسور الراندم اللي انا اخترته من السكسسور اللي عندي. ماشي؟ دي كده دلتا ايه؟ منطقي ان انا لو دلتا ايه بوستي اللي هو بطرح يعني اللي انا هستخدمه، فكده الحل هيبقى ايه؟ انا بماكسمايز يعني الاحسن اخد الكبير، صح؟ هو بيقول لك ان الدلتا ايه دي لو بوستي لو اكبر منها هتساوي زيرو ولا اكبر من بس اكبر من بس لو اكبر من زيرو فخلاص انا هختار انا كده نوعا ما شبه مين؟ هختار بشكل راندوم كده اول واحد احسن منه اللي هو الفيرست تشويس اللي هو اول واحده احسن مني هختار، فانا نوعا ما انا ماشي شبه الفيرست تشويس. تمام؟ طب لو لقيت الاي مش اكبر من الزيرو معناها ايه؟ الدلتا ما بيننا الفرق الفرق ما بيننا مش اكبر من الزيرو سالب تقريبا سالب المفروض يعني تقريبا هي سالب اه هو سالب معناها كده ايه؟ النوت دي اوحش مني مش اكبر مني مش توصلني لوكال فاليو خليني اسود مش احسن. بيقول لك يبقى بيقول لك ان البروبابيلتي دي كبيره غالبا هختار النوت دي. لو البروبابيلتي دي قليله فمش هختارها واجرب بقى المود اللي بعدها واشوف هي احسن مني ولا لا وهكذا. البروبابيلتي بقى تتغير ازاي؟
اكسبوننشال عادي. تعالوا نفترض ان التي كبيره قوي، يعني لو مسافه التي ونغير في الرقم من فوق، تعالوا نفترض ان التي كبيره قوي، تي مثلا انفينيتي ولا حاجه ماشي، لو تي انفينيتي يعني درجه الحراره عاليه جدا جدا جدا، فالوريدي هتبقى كام وقتها؟ لا واحد اي بوت زيرو، يعني اي حاجه فيتي زيرو، فاي بوت زيرو واحد تمام، الوريدي واحد، يعني انا اكيد 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 100% هختار المتشابه اللي هو اسوء من هنا. طب لو التي قلت شويه وليكن مثلا قربت مش عارف مثلا 100 ولا حاجه، دلتا ايه على 100؟ تعالوا مثلا دلتا ايه الفرق بينهم وليكن مثلا سالب واحد ولا حاجه، سالب واحد من 100 ايه برضه سالب واحد من 100؟ هو رقم موجب بس رقم يعني اصغر شويه صح؟ وحاجه هنا مثلا. طب لو الاي بي قلت اكتر بقت 10 نعم؟ دلتا اي ولا دلتا اي؟ ما انت الدلتا اي انت اصلا في الغالب هتوصل للبروبيرتي دي لما تكون الدلتا اي السالب. ان هو بيقول لك انت مش هتخش هنا على البروبيرتي دي غير لما تكون الاي دلتا اي اكبر اقل من زيرو. يعني انت اصلا لو الدلتا اي اكبر من زيرو لو هي رقم مثلي يعني انت مش هتخش اصلا في الكونديشن ده. ده هتاخد اللي احسن منك على طول. لكن لو هي سالب فانت في الغالب هتخش في الكونديشن ده وتشوف البروبيرتي بتاعها. فتعالوا بقى نرجع تاني للتي اللي احنا كنا بنحاول نغير فيها دي. لو التي مثلا عندي ب 10 هتبقى سالب 1 من 10 اللي هي ابعد هنا سنه شويه فالبروبيلتي ايه؟ بتقل. طب لو التي قلت قوي ومثلا بقت ب 1 ولا حاجه فاي باور نيجاتيف 1 يعني ابعد شويه في الجراف هتخش على الشمال شويه فالبروبيلتي هتقل. انتوا شايفين كل مدى ومدى كل ما التي بتاعتنا بتقل مع الوقت كل ما البروبيلتي بتقل ان انا اخد حد اسوء مني. فهي بتحلي في الاول انه التي كبيره ان انا اخد خيارات يعني اسوء شويه لسه اكسبلور حلول احسن او حلول ممكن تكون احسن ومع الوقت خلاص ما اختارهاش واختار ايه؟ اول تشويس احسن منها تمام؟ تايهين ولا امين؟ كده بس هو كده في الجروب اللي هو المنزل العكس لا لا هو هنا هو بيقول هنا اتريشنز مال النهايه يعني اعتبرها واي 1 تعال بلاش دي عشان دي اصلا مش عارف كاتبينها ليه كده اعتبرها واي 1 عادي لكن التي هي بتتجاب من السكادجول دي السكادجول دي في الاول بترجع لك تي كبيره ومع الوقت بتقللها يعني اعتبرها فانكشن عادي بالتكريس مثلا الفاليو بتاعت التي ولا حاجه ماشي لكن مش اللي فوق اللي فوق دي اعتبرها واي 1 عادي اخر حاجه بقى اللوكال جيم سيرش دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت في الاول ابدا ما انت لسه جاي مجرب كلنا نختار بقى حل احسن مننا اسوء مننا حل في النص بين الاثنين اللي احسن في الاسوء لا هو هنا عند الفي اللوكال جيم سيرش ده بيقول لك ايه؟ بين يعني تعتبر يعني كذا حاجه جنب بعض حاجه في لاين واحد ماشي؟ فانت هتختار كي نودز كي ستيتس كي نودز تبدا من عندهم وكل نود تشوف يعني كل الشايز اللي عندها وليكن مثلا احسن كي شايز هم اربع شايز مثلا وتحطهم قدامك ممكن نفس القصه تختار منهم اربعه ودي برضه نفس الوقت تختار منهم اربعه وهكذا 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 ماشي فتعالوا نجرب بس احسن عشان ما نكتبش انا افترض ان الكيب ثلاثه ماشي فكل نقطه تطلع عندها ثلاثه تمام يعني في عندنا مثلا في الاول ونختار بقى منهم ايه؟ نختار احسن كي بس من الكي تايمز كي اللي احنا عملناها تمام؟ يعني مثلا عندنا ثلاثه نودز نقدر تكسبند ثلاثه يعني احسن ثلاثه موجودين ثلاثه بثلاثه اللي هم التسعه هنختار احسن كي منهم اللي هم ايه؟ هم غالبا ال 11 وال 12 وال 100
مش بالضروره يختاروا منهم بشكل يعني مفهوم عادي، ممكن اختار مثلا الثلاثه نفس كلهم من هنا وباقيهم كلهم انا بيجوا معاك ماشي. بعد كده ال 11 وال 12 وال 100 او هما الستارتنج بوينت تمام. وال 11 برضه اخد فيها يكمل 3 وال 12 من 3 وهكذا 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 لحد ما انا نفسي خلاص وصلت النود هي احسن نود فيهم كلهم، مش حتى احسن مني في النود. في الكي تايم سكيل شيلز اللي تحت دول فدي كده بالنسبه لي اوبتيمال فاليو تمام. مش بفكركم بجزء من الالجوريزم اللي احنا بنرمان شويه ان انا اجرب كذا انيشال ستيت ماكسمايز عليها الراندم ستارت صح، بس ايه الفرق ما بينهم؟ نعم بالظبط، يعني كل حاجه فيهم مش مهمه الريليشنز ما بينهم بعض، يعني كل واحده فيهم بتتواصل مع الثانيه السلايد كده منفصله بذاتها عايشه مع نفسها وبتتكلم في الاخر. لا دول كل ستيب بيتواصلوا مع بعض بيشوف كل واحد فيهم نسبه ايه ويحاولوا يجمعوا كل دي مع بعض تمام. في فاريشن بس اخير من اللوكال بيم سيرش ده ان انت السكسسورز بتاعك تختارهم بشكل راندوم، يعني مش لازم تختار السكسسورز الاحسن منك، انت ممكن تختارهم بشكل راندوم شويه. زي ايه؟ زي راندوم اب ام دي، اه ممكن تختار حد يعني مش ضروري يكون هو احسن واحد، ممكن تختار عليه بشكل عشوائي منه. ماشي في الجيناتك ده بس انت لسه ما خدتوش صح؟ ماشي تعالوا بقى نخش على الشيت على طول. ماشي. هو هنا السؤال ده بيعمل ايه؟ بيقول لك الالجوريزم من الالجوريزمات اللي احنا خدناها دي بيقول لك سبيشال كيس دي، والسبيشال كيس دي هتبقى شبه مين من الالجوريزمات الثانيه؟ تمام؟ فده بيدور حوالين ايه؟ السؤال ده. بيقول لك لو لوكال بيم سيرش اللي هي فيها كي كل واحد بيطلع كي وكذا وكذا وكذا، لو الكي بتاعتنا براحت. ها؟ ايه الدرايفنج عادي صح؟ انا ببدا عند نوت مثلا كي نوت اللي هم واحد اصلا وبشوف كل الشايلز اللي بتوعها وبختار احسن واحد فيهم اللي هي النوت دي مثلا، وبعد كده اكمل اكمل واختار نوت واحده واكمل تحت وهكذا. انا كل مره بختار نوت واحده اللي هي احسن نوت في كل النوتز الموجوده وبكمل تحت. دي كده شبه ايه؟ اللي هو الدرايفنج العادي. انهي فيرجن منه؟ الجريد اللي هي اول واحده خالص. الجريد. ماشي شبه ده. اللي بعدها بعدها دي اللي هيقول لها هيكون بونص. السؤال اللي فاته برضه يعني يكون بونص بس اللوكال بيم سيرش هبدا انيشال ستيت واحده بس الكي من بعد الانيشال ستيت دي هتبقى انفينيتي، يعني كل الستيتس اللي عندي. يبقى كده انت سايد ميديا سايد ميديا ليه؟ هبدا انا بدات البدايه وابص اشوف هل انا افضل اكمل شويه افضل اكمل شويه اشوف هل انا احسن بقى ولا لا؟ لا. طب انت عارف دي هترسم ازاي؟ احنا لما قلنا لوكال بيم سيرش في كيب 1 رسمناها، عارف دي هترسم ازاي؟ نعم؟ ليه؟ يعني هبدا بس مثلا دلوقتي وقال لك هبدا بنود واحده، هبدا بس، بعدها ايه اللي هيحصل؟ كل اللي تحتيه واختار كام كي نود منهم؟ انفينيتي يعني كله صح؟ يعني كل نود هختارها تقريبا وكل نود هشوف الشايلز بتاعها صح؟ انا كده يعتبر ماشي ايه؟ لا انا كده ماشي ليفل باي ليفل، انا كده بجرب كل الكومبينيشنز اللي عندي تقريبا صح؟ انا ماشي كده ليفل باي ليفل بالشكل ده او بالشكل الزجزاج ده، انا كده ماشي ايه؟ جاي في اس صح؟ سيميوليتد انيلينج ده لو التي عندي بزيرو بس دايما بزيرو بقى. فكروا فيها يعني انا هكتب لكم ثواني الايكويجن. نعم؟ هو بيقول لك انت شلت الترميشن تيست في الاخر يعني مش هترميت لو دي
فيرست مش هخش اصلا الهيلز، هفضل في الهيلز اللي فوق. اول واحد هيجي لها لا تعمل solving equations, ماشي.
قصدي المعادلات يعني. انت عارف قيمته منين؟ ما اعرفش. انت هتبقى عارف انت لما تيجي تحل الايكويشن بشكل نمركي مش مسماتك نمركي العادي يعني بشكل سريع يعني بتعمل ايه؟ تروح تفترض كده شويه فاليوز لكل الفاليوز اللي عندك بعد كده تشوف المعادله متوازنه ولا لا؟ صح؟ يمين وشمال زي بعض ولا لا؟ يمين وشمال زي بعض تقريبا الفاليوز اللي انت افترضتها دي صح؟ تمام؟ يعني مش هتخليها بشكل رياضي عادي بقى اللي هو تحط يعني مش تقرا وتجيب لا بشكل نمركي عادي زي الكمبيوتر كده بيحلها بالظبط هو بيحلها زينا بيحلها بيختار ارقام وبيشوف اليمين والشمال عاملين ازاي زي الاله كده شفت الاله عامله بتبدا مثلا عايز تحل ايكويشن تفترض ان سولف بيقول لك حط انيشال فاليو الاكس اللي انت عايز تحلها دي فهو بيعمل كده هو بيفترض فاليو انيشال الاكس يقعد يغير فيها مع الوقت ويقرر انها تثبت بقى اللي هيحصل ايه؟ الفاليو دلتا ما بين الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد ماشي ماشي ده لو انا عايز احل الايكويشنز وعايز اعبر عنها بشكل نمركي وعايز اتميز على الرقم في الاخر عايز اوصلهم هو صفر المعادلتين متساويين فالفرق بينهم صفر يعني ماشي اكثر شطرنج هو الحل الموجود مش عاجبني تحاول تقول الحل عاجبني مش عاجبني تكسب شطرنج عايز احط بقى فاليو فاليو من الناس عليه واحد اسمه عايز بس بالنسبه لي ده انا مش هوصل ل 100% اقصى حاجه اقدر اوصلها هنا كام؟
هي زيرو، مش اصغر منه، يعني لو وصلت اصغر منه الابسولوت ده هيخليك جزء ماشي. احنا هنعمله عادي زي الفيز برضه، لو انا بدات نعمله وبشوف كل النودز اللي حواليا حسب الاكشنز اللي متاحه عندي واختار اني احسن حاجه غير الويب سيرش كده افضل مكان ماشي. فبيقول لك انت عندك اربع اكشنز، يا اما تزود الاكس يا اما تقلل الاكس يا اما تزود الواي يا اما تقلل الواي. وانت بدات من عند نقطه 4 و3 ماشي. فاحنا كده المفروض يبقى عندنا كام نود تحت النود دي، يعني كام اكشن تحت؟ 4 اكشنز ماشي. كل اكشن الفاليو بتاعت الاكس والواي بتاعتها تبقى ايه؟ ترتيب، يعني ترتيب الاكشنز اللي عندي 5 و3 ماشي. الفاليو بتاع يعني الانيشال فاليو اصلا بتاعتنا هنا كام؟ اللي هي 4 و3 مش ايه تاني؟ ايه ده بقى انا مش عارف دي
يعني هو بطيء كان شويه مش خلاص بسرعه. واصل لسه لوكا سيرش برضه خلاص بسرعه يعني. لو كده كنت استخدمت عادي ستار مثلا بتقعد مع النقط. ماشي هنا الدوله الثانيه. نعم. أو ممكن يعني مثلا في مرة 20 ما كده بقى على الجوكس بقى ممكن نعمل اللي هو بنختار كيلو ونختار احسن كيلو يعني ماشي كل الحلول بتنفع الان والله مش عارف. في حلول تانية برضه ممكن اصلا تغير الاكشنز شوية. تغير الاكشنز ازاي؟ احنا كل الاكشنز هنا بتتيح ان انا مغير في الاكس بس او الواي بس. بس مفيش مثلا حلول دايجنال اللي هو اقدم في الاكس والواي مع بعض او ازود في الاكس والواي مع بعض. بس مثلا لو في حل خامس هنا وقال لك مثلا ديكريمنت الاكس والواي لان غالبا هيبقى عندنا شوية دينا زيادة قال بقى 4 و 3 دي هيبقى كام؟ 3 و 2 مش عارف ده احسن ولا اصعب. 16 و 15 هنروح ل 3 و 3 3 و 3 دي غالبا هيبقى في حل مع حاجه ثانيه اللي هو 2 و 2 2 و 2 دي غالبا هتكون افضل من تقريبا 4 و 16 يعني احسن 10 هتبقى في 1 و 1 ف 10 هتبقى احسن. هجرب الناس اللي تحتها هي 2 1 و 1 ستة. هو اصلا ستة. خمسة. ولا خمسة ولا ايه ستة. ماشي. هي هجرب اوصل بس ده بسيطة زيرو زيرو اللي هي خلاص الحكم الفني تمام؟ انا ممكن ما اغيرش في الالجوريزم قوي يعني دي برضه احد الحلول اللي كنت بفكر فيها لو حطيت في مشكلة زي دي. ان انت مش لازم تحسن في الالجوريزم قوي على قد مثلا ممكن تحسن في الاكشنز اللي بتاعها. ان انت ما تقيدش نفسك في اكشنز يعني تزود الاكس او تزود الواي مثلا ممكن تعمل اكشنز يعني. هجيب ما بين الاثنين لو تزود الاكس مع بعض او تقللوا مع بعض. ماشي؟ مفيش اسئله ثانيه تقريبا يعني غير على الجيناتيك بس. ماشي يا بس احنا كده بقى السكشن الجاي ان شاء الله هنحل بقى على الجيناتيك مش عارف.